قيامي عن التلفزيون هو تهميش الفنانين الفنانين القدم والفنان الكبار تهمشوا بصفه ما عرفناش واش هي الصفه لكن كل واحد مش يقول كما انا مثلا عندي دوك ربع سنين ما خدمتش اخر عمل معايا ديالي كان مع فطار اخر فيلم مازال ما جاتش على كل حال الافلام الكبار كاين معممة المسلسلات كاين شفيقه بعد اللقاء كاين دارنا القديمه المفقوده وكاين بزاف 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 هذه... الساحه الفنيه القديمه ما كنا نخدموا لا للدراهم لا كنا نخدموا من اجل الفن كاين دركا كاين انا حس بالشيء اللي شفته كاين توازيع توازيع ما فنيه كاين مخرجين يقول لك انا ما كان لا ندير فنان يطلب لي كذا ولا كذا وكذا ويدير توزيع ديالو يروح يجيب خاله وخالته وعمته ما نعرف كيف نشوفوا هذاك الانسان لا غالب جا للسينما ما يعرفش ما عندوش موهبه ما عندوش بريزونس ما عندوش حطة تاع فنان الفنان ما عندوش قانون يحميه لو كان عندنا قانون يحمينا كان يتحتم لان درك السينما ما عندهاش لاج ما عندهاش العمر يعني انا نقدر نخدم الشاب يقدر يخدم انا من الفنانين المتهمشين سياسيا وثقافيا وماديا ومعنويا عايش في دار ريبه دار ريبه يعني درت الطلبات الليجان اللي تشرف على هذا السكنات يردوا لي يقولوا لي انت مرفه انت فنان انت مرفه انت فنان يعلم الله اللي انا مرفه لو كان راني يعني مرفه ما نطلبش هذا الشيء هذا ان شاء الله يا ربي رئيس الجديد ما غنظنش رايح ليا ويشوفني ولكن إن شاء الله هي يفرجها على الفنانين والفن وكل البلاد تولي بخير إن شاء الله